عايزين نتكلم عن نقطة مهمة وهي موضوع اللايرز. يعني ايه اللايرز؟ طبقات. بستخدم طبقة لكل رسمة انا هرسمها. يعني مثلا لو انا هرسم حوايط يبقى استخدم طبقة للحوايط، لو استخدم ابواب يبقى استخدم طبقة للابواب، وهكذا، بحيث ان الرسمة تبقى منظمة قدر الامكان. اقدر استخدم الطبقات في اوبشنز كتير كويسة بتسهل عليا عملية الرسم والاخراج بتاع اللوح، وكمان بتظبط الشكل العام للطباعة. طب ازاي بدور على مكان اللايرز؟ يا اما من فورمات لاير، يا اما من العلامة بتاعة اللاير بروبرتس مانجر، او بكتب كلمة لاير. بيفتح لي اللاير بروبرتس مانجر اللي هو الويندوز اللي قدامك دي، بيبدأ يقول لك ان انت عندك تو لايرز بس، زيرو وديف بوينتس، ودول البرنامج بيعمل لهم كرييت اوتوماتيك اول ما انت بتفتح الرسمة. زيرو دي اللي عليها كل الرسومات اللي احنا رسمناها، وديف بوينت دي هنستخدمها في الطباعة في استخدام واحد فقط لا غير، وممنوع ان انت ترسم عليها لان اي رسمة عليها مش هتظهر اصلا. طب ازاي استخدم اللايرز واعمل لايرز جديدة؟ هتلاقي عندك زرار هنا او ايكون معمول ليها ورقة زرقاء وعليها علامة شمس كده بالبرتقاني، نيو لاير. لو دوست عليها بيكمل لك لاير 1. ممكن اعمل اول لاير مثلا اكسس محاور، بيبدا يقولك انت عايز اللاير دي اون ولا اوف، يعني تقفل اللاير ولا تفتحها. هتفرق معايا في ايه؟ اللايرز دي كده اون، تعال نطفي اللاير بتاعه زيرو اهو. ايه اللي حصل؟ الرسمه اختفت، شايف؟ فريز، الرسمه بتختفي ومش بتطبع، يعني مش هتبان لا في الرسم ولا في الطباعه. لوك، الرسمه بتتقفل ما تقدرش تختارها، ما تعملش عليها سيلكت، فما يشتغلش عليها اي امر. انلوك، ترجع تاني. اللون، فتبدا تحدد الوان، مثلا الاكسس هعملها باللون البرتقاني مثلا. لاين تايب، شكل الخط اللي سيادتك هترسم بيه، خط ستريت ولا دوتد ولا ايه بالظبط؟ بس للاسف ما عنديش غير مين؟ سوليد. اقدر اكمل بقيه الخطوط من لود وادور على خط سنتر مثلا، وليكن سنتر اهو، اوكي، واختار للاكسس خط سنتر لاين. لاين ويت، تقل الخط. اللاين ويت بتاعي للسنتر لاينز يبقى حاجه خفيفه وليكن 13 من 100. ترانسبيرنسي، تبقى شفافه. لا، كلر كود ده عشان الطباعه. بلوت ولا دو نوت بلوت؟ كده دو نوت بلوت، كده اي حاجه مرسومه على اللاير اكسس مش هتطبع، لا انا عايز اطبعها. فيو بورت فريز، هنبقى نتكلم عنها قدام شويه. لاحظ ان ديف بوينت معمول عليها ايه؟ دايما مش بتطبع، يبقى اوعى ترسم على لاير ديف بوينت. ومن دلوقتي ممنوع نرسم كمان على لاير زيرو، لازم اكون راسم على لاير بتمثل الايه؟ الرسمه او بتعبر عن الرسمه اللي انا راسمها. ممكن اعمل لاير كمان ولتكن نيو، وهقول له لاير مثلا وولز، حوايط، هعملها باللون اللبني، هو مسميه سيان، وهعملها خط ستريت، وهعمل سمك الخط بتاعها 3 من 10. عشان اختار اللاير اللي تبقى اكتف معايا، ممكن من علامة الصح دي، والعلامة دي بتمسح اللايرز، بس اي لاير مرسوم عليها حاجة مش هيرضى يمسحها. هكلوز من هنا. طب انا عايز احدد اللايرز، هبدأ من اللاير كنترول، اختار اللاير اللي هرسم عليها وابدا ارسم. ال انتر، بيرسم معايا خط ايه؟ اكسس، بس مش باين ان هو سنتر لاين لان هو صغير شويه. تعال نكبره، بدا يبان ان هو ايه؟ سنتر لاين. هقول لك ازاي تتحكم في ان هو يبان وهو صغير، وان المقاسات بتاعه شكل الخط نفسه تتغير كمان شويه. طب لو جينا رسمنا على خط وولز، باشمهندس بس انا عامل ده سمك رفيع وده سمك ايه؟ مش باين الفرق. في زرار تحت اسمه لاين ويت ال دبليو تي، دوس عليه، شايف؟
بدأ الفرق يبان زي ما انت شايف. صعبة؟ نجرب كده نضيف اتنين layers. هتلاقي معاك في الكتاب مجموعة من layers المشهورة في الاستخدامات بتاعتنا في الرسم المعماري والانشائي. افضل ان انت في البيت تقعد تعمل كرييت ليهم كلهم، وهقول لك ازاي تحتفظ بيهم كتمبلت تبدا منه كل رسوماتك بعد كده، فيبقى موضوع اللايرز امر سهل جدا بالنسبه لك. في برضو شويه خصائص بتكتسبها سيادتك لما بتشتغل على اللايرز، في شويه مشاكل عايزين نحلها. اول مشكله هي مشكله الايه؟ شكل السكيل بتاع الخط. عشان اعدله ممكن اعدله توتال لرسومات كلها او اعدله لخط معين. لو لرسومات كلها بنعمل امر LTS line type scale. LTS هيقولك ان line type scale factor بكام؟ بواحد. هقوله لا خليه مثلا 0.1. انتر. شايف ايه اللي حصل؟ يبقى LTS انتر خليته كام؟ 0.1 مثلا. طب باشمهندس عندي انا في الجهاز بتاعي لما خليته 0.1 ما اشتغلش، ابدا قلل اكتر 0.01 0.05 لغايه اما يطلع لك نتيجه مرضيه للشكل بتاعك سواء في الرسم او في الطباعه. ممكن يكون مش محتاج يصغر، محتاج يكبر، لان انت راسم رسمه كبيره شويه، يبقى خليه 10 15 20 وهكذا. طب باشمهندس لو انا رسمت خط على لير غلط زي الخطوط دي مثلا، انا عايز انقلها على لير اللي هي بتاعه الاكسس، فبختار الخطوط واروح قايل له حطها على لير اكسس، اوتوماتيكلي خدت الشكل بتاع الايه؟ الاكسس. او اعمل امر اسمه ماتش، ماتش ام اي ام اي انتر، بختار الخط اللي انا عايز ابقى شبهه السورس بتاعي، واروح اختار الخط اللي انا عايز اخليه زيه. شايف؟ نقله من اللاير دي الى اللاير الثانيه، كنترول زد كده يرجع في كلامه. ممكن ماتش ام اي انتر، اختار السورس يعني الحاجه اللي انا عايز ابقى زيها، واختار الخط اللي انا عايزه يبقى شبهه. شايف؟ طبعا وانا بختار اخترت الدايمنشنز بالغلط، ممكن كنترول زد اهو ماتش ام اي انتر واختار الخط بس بالمنظر ده. صعبه؟ نجرب كده لاين تايب سكيل وماتش. بس قبل ما نجربهم، لو عندي خط واحد عايز اعدل في المقاس بتاعه لوحده، بختار الخط ده واجيب قائمه بروبرتس بي ار انتر. قائمة بروبرتس ظهرت معايا اهي، ابدا اقول له لاين تايب سكيل معموله كام؟ واحد. خليها مثلا 0.5. بتلاقيه ان هو حصل له ايه؟ صغر اكتر، بس هو ايه؟ لوحده بدون الباقي. يبقى بختاره وبدوس امر ايه يا شباب؟ بروبرتس. وكمان من ضمن الحاجات اللي بتلاقيها الخصائص الطول والزاويه بتاعت الايه؟ الخط والاحداثيات بتاعته. جرب كده يا باشمهندس تبص على. طيب تعالى نبص يا باشمهندس على خصائص هستفيد من وجود اللايرز بسببها. خصائص اللي احنا قلناها اللي هي موجوده هنا زي تيرن اوف او فريز او لوك، دي خصائص كويسه جدا اقدر استفيد منها. كمان اقدر استخدم شريط لايرز 2 اللي بيفيدني عن طريق حاجه اسمها لاير ايزوليت. يعني ايه لاير ايزوليت؟ يعني مثلا انا عايز اختار المحاور فقط، هعمل ايه؟ هختار محور واحد واقول له layer isolate، فيقفل يعمل lock لكل layers ما عدا مين؟ layers المحاور، فيبقى الاختيار بتاعها سهل جدا. يبقى ممكن اعمل isolate لللايرز من الزرار ده، او اختصار lay iso. طب خلصت الاختيار بتاعي او عملت الكوبي بتاعي وخلافه وعايز الغي، بقول له ايه؟ layer انا ايزوليت، يفتح كل اللايرز تاني. ساعات سيادتك بتعملها وبعدين بتتحرك كتير ومش عارف ايه، فما بترضاش لاير انا ايزوليت تشتغل. طب ارجعها ازاي يا باشمهندس اللايرز كلها شغاله؟ دوس على اللاير مانجر وابدا افتح الايه؟ القفل المقفول. يبقى لاير ايزوليت بتعمل ايه؟
بتقفل القفل لكل اللايرز ما عدا اللاير اللي انت مختارها، فتسهل عليك عملية الاختيار. تقدر انت كمان تعمل لوك او انلوك لللايرز من هنا، او لوك او انلوك، بحيث ان انت لو في لاير مضايقاك مش عايز تخليها تتحرك او كده تختارها فيعمل لها ايه لوك، او تختارها فتعمل لها انلوك فترجع تاني. وتقدر كمان تعمل لاير اوف وفريز من هنا بدل اختيارك منين؟ من اللاير كنترول. طب باشمهندس احنا دلوقتي عملنا لايرز، عملنا دايمنشن ستايل، عملنا ليميتس، عملنا يونتس، ظبطنا كمان الاوبشنز بتاعه البولر والاو سناب واللاين ويت. انا عايز بقى مش كل مره ادخل افتح الكاد اظبط الاعدادات دي كلها، انا عايز اخش اعمل ايه؟ ارسم على طول. هنعمل حاجه بسيطه خالص، ممكن نسيب الفايل بس ده عشان ما نخسرش الرسومات بتاعتنا اللي عليه، زي ما احنا متعودين بنسيب وليكن دي ليكتشر 3، وهمسح منه كل الرسومات. ليه مسحت الرسومات يا باشمهندس؟ عشان انا عايز اسيبه استماره تمبلت، ينفع لما تروح تطلع بطاقه تسحب استماره يديلك استماره مليانه حد كاتب فيها؟ لا، لازم تبقى الاستماره ايه؟ فاضيه. انا عايز اعمل الفايل ده استماره، فمسحت كل الكتابه او الرسم اللي كان فيه. بعدين بقول له فايل او من علامه الاي سيف از دروينج تمبلت، دروينج تمبلت، واروح مسيبه مثلا وليكن 7/2017 واقول له سيف اوكي. خلاص انت كده سيفته، بقى اسمه هنا ايه؟ 7/2017. لاحظ هنا ان الامتداد ما بقاش دي دبليو جي زي بقيه الرسومات، اسمه ايه؟ دي دبليو تي. ليه يا باشمهندس؟ لان ده مش رسمه، ده استماره، فما بترسمش فيه، بتقفل. ايه ده يا باشمهندس؟ ده انا كده اعيده من الاول؟ لا، انت سيفته استماره. تقدر تقول للبرنامج دلوقتي انا عايز ابدا من شكل الاستماره الفلانيه، فتقول له ايه؟ فايل نيو. هيروح البرنامج سالك انت عايز تبدا من انهي استماره من دول؟ هتروح قايل له ابدا منين؟ من سيفل 2017. اوبن، هتلاقي عندك ايه؟ لايرز، هتلاقي عندك تكست ستايل، دايمنشن ستايل، كل الاوبشنز اللي انت كنت مشغلها موجوده، اليونتس، الليمتس. ابص اليونتس معموله ايه؟ متر، ومعموله كام رقم بعد العلامه العشريه؟ 2، زي ما انا كنت عاملها. يبقى انا مش مضطر بقى بعد كده ان انا اعمل ايه؟ اعيد نفس الكلام. صعبه؟ يبقى عملناها ازاي؟ سيب الرسومات بتاعتك عشان ما تخسرهاش، بعد كده امسح كل الرسومات من علامه الاي سيف از دروينج تمبلت، سمي الدروينج تمبلت بتاعك باسمك، باسم الجروب زي ما تحب، بعد كده بتقفله تماما وبتروح قايل له فايل نيو. بيسالك تبدا منين؟ هتروح قايل له ابدا منين؟ من التمبلت اللي اسمه سيفل 2017. بتلاقي كل الاوبشنز بتاعتك متسيبه. صعبه يا شباب؟ فيها مشاكل؟ هنعملها في البيت بقى، بس بعد ما نكون عملنا ايه؟ عملنا مجموعه اللايرز اللي احنا اتفقنا عليها كلها، بحيث تبقى انت مش هتعمل لايرز تاني تقريبا، هتفضل اللايرز اللي انت عاملها شغاله معاك في كل المشاريع. يلا نجرب كده. لو حد شغال 2018 يا شباب، ده الزرار بتاع اللاين ويت، ولو مش ظاهر عندك من العلامه دي دور على كلمه لاين ويت وعلم عليها عشان يظهر معاك، ده الزرار اللي بيشغله ويطفيه في 2018.